بسم الله الرحمن الرحيم. تأسس مركز راشد لأصحاب الهمم عام 1994، وخاض خلال مسيرته الكثير من التحديات، لعل في مقدمتها تعميق الوعي المجتمعي بقضايا وهموم هذه الفئة من أبناء المجتمع. وكان استمرارنا وتطورنا ثمرة هذا الوعي الذي تشكل، حيث سارع القطاعين العام والخاص إلى مد يد العون لنا لإكمال المسيرة وتطوير المسار. وخضنا على مدى السنوات الماضية تحديات تحقيق استراتيجية الدولة ورؤى حكومتها الرشيدة، التي لم تنظر إلى هذه الفئة نظرة إشفاق، وإنما نظرة إيمان وتمكين وتشغيل ودمج. واستطاع المركز وبفضل الخبرات المتراكمة التي اكتسبها من تطوير برامجه العلاجية والتأهيلية وفق أرقى النظريات العلمية والتطبيقات العملية، مستفيداً من خبرات كوادره المؤهلة من مختلف الجنسيات والثقافات، لتصب في خدمة الطلبة الذين يأتون من نحو 40 جنسية، ما يؤكد سياسة الدولة وحرصها على كرامة الإنسان الذي يعيش على أرضها. ولم يكن طلبتنا على مدى سنوات عمر مركز راشد لأصحاب الهمم يعيشون على هامش الحياة، فكانت رؤيتنا دمجهم في مجتمعات الأسوياء من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والبيئية، وأيضاً مشاركتهم في المناسبات الوطنية.